فاكرين الكيكة بتاعت زمان اللي لما أهالينا كانوا بيعملوها ريحتها كانت بتقلب البيت؟ النهاردة هنعملها مع بعض بكل أسرارها وتريكاتها، هتطلع معاكم كده ناعمة وهشة، حاجة كده عاملة زي القطنة زي الإسفنجة، حاجة بصراحة ملهاش وصف، طعمها في منتهى الروعة والجمال، شكلها زي ما انتوا شايفين كده بيحكي عنها. عايزة أقولكوا أحلى وأطعم كيكة ممكن تعملوها في حياتكم، مقاديرها في منتهى البساطة وطريقتها في منتهى السهولة. بس قبل ما نبتدي وصفتنا ياريت تفرحوني بلايك وشير كبير قوي للفيديو الجميل بتاعنا النهاردة. اول مكون معانا النهارده وهو البيض، انا استخدمت 4 حبات من البيض في درجه حراره الغرفه، يعني انا كنت بطلعهم في المطبخ قبل ما اشتغل بيهم بحوالي ساعه. هما شكلهم كده لاني كنت حطاهم في طبق فحسيت ان هو صغير فنقلتهم في طبق اكبر. ضفت على البيض ملعقه صغيره من الفانيليا السايله علشان ريحتها بتبقى مركزه فبتقضي على اي ريحه غير مستحبه في البيض. بنضرب البيض كده حوالي دقيقه سواء بالمضرب اليدوي او بالخلاط او بالمضرب الكهرباء، اي حاجه متوفره عندك هتنفع في وصفتنا النهاردة. هنستخدم كمان كوباية مليانة من السكر، واستخدموا سكر يكون لونه فاتح علشان الكيكة يطلع لونها فاتح معاكم. لو بتحبوا السكر مظبوط استخدموا كوباية واحدة بس من السكر، لو انتوا بتحبوا الحاجة مسكرة شوية ممكن تستخدموا كوباية وربع من السكر. بنضيف السكر بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده، ما بنضيفوش مره واحده، واحنا مشغلين سواء المضرب او الخلاط بنضيفه شويه شويه وبعدين بنضربهم مع بعض كده لغايه ما القوام يبقى كريمي كده، مش كريمي جامد يعني، المهم هيبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. هو ده القوام اللي انا محتاجاه في الكيكة بتاعتنا النهاردة. بنفس الكوباية اللي احنا عيرنا بيها السكر هنعير بيها برضو الزيت، هنضيف عليهم كوباية لربع من الزيت، واستخدموا زيت يكون لونه فاتح علشان الكيكة برضو يبقى لونها فاتح. انا استخدمت زيت كريستال عباد علشان هو برضو خفيف وطعمه ما بيبقالوش طعم اصلا في الكيكة. ما تستخدموش مثلا زيوت تكون ريحتها نفاذة علشان ما تظهرش ريحتها او طعمها في الكيكة فتبوظ الدنيا معاكم. بنضيف الزيت زي ما ضفنا السكر بالظبط تدريجيا، يعني خيط رفيع خالص واحنا مشغلين المضرب لغايه ما يندمجوا كويس جدا جدا مع بعض. بعدين بنبتدي نضيف الحليب، هنضيف كوبايه مليانه من الحليب اللي هو دافيه، ما ينفعش نستخدم حليب يكون بارد او سائع او حتى في درجه حراره المطبخ، يعني دفوه شويه ما يبقاش سخن قوي، اللي هو يعني تحطي ايدك مثلا في الحليب تبقي مستحملها عادي يعني ما هياش سخنه. لما بيكون الحليب دافي شويه بيخلي طعم الكيكة حلوة كده عاملة زي النايتية. بنضربهم كويس مع بعض لغاية ما يندمجوا تماما، يعني القوام ما بيبقاش فيه اي حاجة مفصولة عن التانية. دلوقتي هنبتدي نضيف الدقيق، انا ضفت كوباية مليانة من الدقيق، ولازم ننخل الدقيق مرة واتنين علشان الكيكة تبقى خفيفة معنا كده وهشة. ضفت اول كوباية وضفت عليها ذرة ملح، وبعدين هقلب الدقيق بالراحة كده مع باقي المكونات. ما بنضيفش كل الدقيق مرة واحدة في الكيكة علشان الهواء اللي احنا دخلناه واحنا بنضرب من بدري كده بالمضرب ما يخرجش منها. كمان كل ما بتضيفي الدقيق شوية شوية الكيكة بتطلع معاكي هشة كده وناعمة. تاني كوباية استخدمنا برضو نفس الكوباية اللي احنا عيرنا بيها الحليب والزيت والسكر، لو انتم ملاحظين المج العادي بتاع الشاي. ضفت كوباية تانية من الدقيق، يبقى احنا ضفنا دلوقتي كوبايتين بس من الدقيق. هنقلب الدقيق كويس مع باقي المكونات وقلبه بالراحة علشان ما تخرجوش الهواء من الدقيق. الطريقة دي ناجحة جدا جدا ومضمونة، ما تقلقوش الكيكة بجد هتطلع معاكو طعمها رهيب، يعني الطريقة دي في منتهى السهولة صدقوني، ما اخدتش معايا 10 دقايق وانا بجهزها. بنقلب كويس المكونات، ولازم تقلبوهم كويس وبراحتكو خالص كده من غير اي استعجال ولا اي حاجة، ادوا الشغل حقه علشان هو يديكو حقكو. واخر حاجة بنضيفها 3 ملاعق كبار من النشا، الملعقة دي ملعقة الرز اللي بناكل بيها الرز، ضفت 3 ملاعق كبار. وكمان هنضيف ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، وانا بحب استخدم كيك شيف لانه فيه محسن. اخر حاجة بنضيفها البيكنج باودر، ما تضيفوش في الاول علشان برضو يحافظ على هشاشة الكيكة. كمان انا ضفت دلوقتي ملعقة كبيرة من الخل، بتخليلي برضو الكيكة ناعمة وهشة ومرتفعة، وكمان الخل اللي معلوماتكو بيخلي لون الكيكة يبقى فاتح.
بنقلب المكونات بالراحة، وطالما انا ضفت البيكنج باودر مش هنحتاج ان احنا نقلب المكونات دي كتير علشان برضو ما يخرجش منها التخمير بتاع البيكنج باودر. بصوا هتلاحظوا ان القوام بقى يعني شبه فوم كده معاكم، اللي هو عارفين الخميرة لما بنسيب العجينة لما تخمر كده هتحسوا ان الخميرة شغالة في العجينة، علشان كده انا قلت لكم ضيفوا البيكنج باودر في الاخر خالص. هو ده القوام المثالي للعجينه. الصينيه اللي انا استخدمتها مقاس 28، انا دهنتها بالزبده، ممكن تدهنوها بالسمنه، وبعدين بطنتها كده برشه بسيطه من الدقيق. وبعدين دلوقتي هنضيف العجينه بتاعه الكيكه. شايفين القوام؟ هو ده القوام المثالي جدا جدا للكيكه. هتطلع معاكم ناعمه وهشه، وكمان ريحتها وقوامها بصراحه حاجه كده مثاليه من الاخر. انا بعتبر القوام بتاع الكيكه دي فعلا قوام مثالي. بعد ما بضيف العجين في الصينيه بخبطها كام خبطه كده، يعني 7-8 خبطات مش خبطتين وبس، علشان نطلع كل الفراغات اللي جوه كده، علشان الكيكه بعدين ما يبقاش فيها مسام واسعه. وبعدين بخشبه الشيش طاووق باخدها كده رايح جاي رايح جاي، علشان برضو نفس الهدف، علشان نخرج منها الهواء اللي بيكون من جوه. وبعد ما هقلبها بخشبه الشيش طاووق برضو هرجع اديها كام خبطه برضو على الرخامه، علشان اتاكد ان مفيش اي فراغات مستخبيه هتضحك عليا كده ولما اجي اقطع الكيكه اتفاجئ بيها. بعدين هاخد الكيكه وادخلها على فرن انا كنت مسخنه قبل كده وانا شغاله في الكيكه، يعني الفرن لازم يكون سخن على درجه حراره 180 في الرف الاوسط اللي هو في النص. بتقعد معاكي في الفرن يعني بعد 30 دقيقة ممكن تفتحي الفرن فتحة بسيطة وتشقري عليها، لكن هي ممكن تاخد معاكي في الفرن من 40-45 دقيقة. المهم برضو هنشقر عليها ونشوف الأحرف بتاعتها، لما تكون لونها ذهبي كده ومستوية يبقى خلاص زي الفل. بنختبرها برضو بخشبة الشيش طاووق وهي جوه الفرن، يعني أنا اختبرتها وهي جوه الفرن، بس أنا حبيت أعمل الحركة دي قصادكو علشان أفكركو إن انتوا لازم تعملوا الحركة دي. بصوا شكلها من تحت عامل إزاي، أنا عارفة إن انتوا بتحبوا تطمنوا، فعلشان كده بعمل كل الخطوات قدام عينيكم. التسوية بتاعتها طبعا مثالية جدا جدا، ولونها من تحت برضو جميل جدا. هقطع معاكم دلوقتي برضو علشان تطمنوا. بصوا بقى المفاجأة، تا 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 تا. شايفين الجمال؟ بصوا الكيكة دي رهيبة رهيبة رهيبة، انا كل مرة بعملها بتفاجئ وبفرح جدا بالنتيجة اللذيذة دي. بصوا بقى القوام، وبصوا الكيكة مرتفعة ازاي. مقاس الصينية دي 28، حتى لو انتوا عملتوها في صينية مقاس 30 برضو هتطلع حلوة معاكم، بس مش هتبقى بالارتفاع نفسه، يعني هتقل شوية. الكيكة رهيبة، ريحتها جميلة جدا جدا، مش هتحسوا بطعم البيض نهائي. الناس اللي ما بيحبوش ريحة البيض صدقوني الكيكة دي ما فيهاش اي اثر لريحة البيض. انتوا بس امشوا على الخطوات اللي انا عملتها معاكم دي، خطوة خطوة هتطلع معاكم النتيجة زي ما انتوا شايفين كده، واكيد احلى لان انتوا شطار طبعا وهتعملوا الحاجات دي افضل مني انا متأكدة. بصوا بقى هي عاملة ازاي، عاملة زي الاسفنجة بالظبط، حاجة كده ناعمة طعمها وريحتها حلوة جدا جدا. وانا بقطعها كانت لسه سخنة على فكرة، فانا عايزة اقول لكم ما تقطعوش الكيكة وهي سخنة علشان ما تفرولش منكم. انا طبعا كنت مضطرة علشان التصوير، كنت متحمسة جدا اني اخلص لكم الفيديو علشان انزله لكم علشان تلحقوا كده تعملوا كيكة كده وتفرحوا وتفطروا بيها. بصوا لون الكيكه من جوه، عايزه اقول لكم هي لونها فاتح جدا، يمكن التصوير احيانا بيظلم الشغل لكن هي لونها فاتح جدا. بصوا عامله ازاي، على فكره انا قطعت معاكم القطعتين اللي احنا قطعناهم من الكيكه. بصوا من تحت بتكون لونها ذهبي كده وجميله جدا جدا، مقرمشه شويه كده في الجناب، لكن من فوق وتحت هي طريه مش مقرمشه. لو حابين ان هي تكون طريه بزياده هتحطوها في علبه بلاستيك وتغطوها عشان تحتفظوا بيها مده اطول وهي طريه. ما تنسوش بقى تفرحوني بلايك وشير للفيديو الجميل ده، علشان بجد انا نفسي كل الناس تجرب الكيكه دي وتفرح بيها. بحبكم جدا جدا.